السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله سنتعرف على كلمات تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية، وهذه الكلمات ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. الكلمة الأولى هي الفطور أو وجبة الفطور، تسمى ب le petit déjeuner. Le petit déjeuner. وجبة الغداء le déjeuner. Le déjeuner. اللمجة أو الوجبة الخفيفة التي نتناول بعد العصر تسمى ب le goûter. Le goûter. العشاء le dîner. Le dîner. صباح le matin. Le matin. المساء le soir. Le soir. المشروبات les boissons. Les boissons. شاي le thé. Le thé. فانتبهوا بالنسبة لو تي يكتبوا ب تي اش او اكسون لو تي. القهوة لو كافي. لو كافي. العصير لو جو. لو جو. وبالنسبة لو جو يكتبوا ب اس في اخر الكلمة ولكن لا ننطقها، نقول فقط لو جو. الخضر les légumes. Les légumes. الفواكه les fruits. Les fruits. اللحوم les viandes. Les viandes. الشرق يعني اتجاه الشرق l'est. 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 الغرب l'ouest. 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 الجنوب le sud. Le sud. الشمال le nord. Le nord. فبالنسبة للنور نكتبها بالد في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها، نقول le nord. كتاب un livre. Un livre. القرآن le courant. Le courant. جريدة un journal. Un journal. تفاؤل l'optimisme. 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 تشاؤم اللي هو ضد التفاؤل le pessimisme. Le pessimisme. Le pessimisme. الرياضة le sport. Le sport. أيضا بالنسبة لو سبور نكتبها بالتي في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها، نقول لو سبور. سباحة la natation. La natation. La natation. ركوب الخيل l'équitation. 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 الضحك le rire. Le rire. دموع les larmes. Les larmes. الحزن la tristesse أو le chagrin. Donc la tristesse أو le chagrin. والحزن الخوف la peur. La peur. الفرح la joie.
La joie. سعادة. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. الكره. La haine. La haine. شرف. L'honneur. L'honneur. تواضع. La modestie. La modestie. La modestie. الغضب. La colère. La colère. La colère. يوم. Un jour. Un jour. أسبوع. Une semaine. Une semaine. شهر. Un mois. Un mois. بالنسبة لأن mois نكتبها ب S في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. نقول un mois. سنة. Une année. Une année. Une année. ساعة. Une heure. يعني ساعة واحدة. Une heure. Une heure. دقيقة. Une minute. Une minute. ثانية. Une seconde. Une seconde. Une seconde. منزل. Une maison. Une maison. غرفة. Une chambre. Une chambre. حمام. Salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. مطبخ. Une cuisine. Une cuisine. غرفة نوم. Chambre à coucher. Chambre à coucher. Chambre à coucher. الألم. La douleur. La douleur. الحياة. La vie. La vie. الموت. La mort. La mort. بالنسبة لا مور نكتبها بالت في آخر الكلمة ولكن لا ننطقها. نقول لا مور. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا هذه 50 كلمة التي تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية. ما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. ونتلقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.